بنصبح على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد واللي لسه ملحقوش ينزلوا وعايزين يعرفوا الطريق عامل ازاي عشان يلحقوا يروحوا مشاورهم واشغالهم. تعالوا نتعرف دلوقتي من مراسلنا كريم بيبرس على احوال الشوارع في القاهره الكبرى ونطمن كمان اخبار المرور ايه. صباح الخير عليك من جديد يا كريم، يا ترى انت وصلت لفين؟ صباح الخير مرة تانية منا، وصباح الخير على كل المصريين مرة تانية. وزي ما انت قلتي احنا بنتابع مع بعض من الصبح بدري جدا الشوارع والسيولة المرورية بشكل عام عشان نقدر نوجه المواطنين كلهم للطرق الأفضل والأسهل ليهم. كنا مع بعض من شوية في كوبري 15 مايو، وده يعتبر جزء من الجيزة، وكان فيه سيولة مرورية، ويمكن عشان كانت لسه برضو مواعيد الموظفين ما دخلتش لذروتها. لكن أنا دلوقتي بعدها تحولت ليه، فضلت مكمل في طريقي، عديت على الزمالك ووصلت لحد ميدان عبد المنعم رياض. أنا دلوقتي في ميدان عبد المنعم رياض، وفي ظهري ميدان التحرير نفسه بعد طبعا تعديله وتطويره للواجهة الحضرية الجميلة. دلوقتي الكاميرا بتتحرك معايا بعد ميدان التحرير ده، كوبري نزلة كوبري أكتوبر المتوجهة ناحية شارع رمسيس، وهي يعتبر سيولة مرورية متوسطة نوعا ما لحد دلوقتي حتى بعد نزول الموظفين وغيره. وكمان الموازي ليها بالظبط مكان ما انا واقف دلوقتي طلعت كوبري اكتوبر ناحيه مدينه نصر وطبعا غمره ومصر الجديده وغيرها. عشان كده انا يعني تابعنا كل الاماكن دي مع بعض، وتحركنا كمان داخل المناطق المختلفه سواء كانت في الجيزه والقاهره. وزي ما قلت لك هي بتاع بشكل عام السيوله المروريه بشكل عام متوسطه حتى بعد نزول الموظفين، ما زالت السيوله المروريه متوسطه لحد دلوقتي. يمكن ده كان اهم ما لدينا، والان عوده لكم مره. شكرا لك كريم بيبرس على استعراضك النهارده لاحوال المرور والتقرير الوافي الشافي اللي تابعناه مع بعض. شكرا ليك كريم.